ونبدأ مع زميلي ياسر نور الدين مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نيويورك الذي الآن أمام شبكة مبنى شبكة سي بي أس الإخبارية التي ستجرى فيها المناظرة ليجمل لنا آخر الاستعدادات للمناظرة. ياسر، من خلال متابعتك على مدار اليوم، كيف هي الأجواء في نيويورك حيث ستعقد مناظرة وولز وفانس وأهم التصريحات من الحزبين، وما المتوقع من المرشحين؟ خالص التحية لك جيهان وللسادة المشاهدين. بالفعل أقف الآن أمام شبكة سي بي اس، هذه الشبكة والتي سوف تدير هذه المناظرة. هذه المناظرة هي الأولى بين فانس ووولز، لم يلتقيا الرجلين، ولكن الانتقادات من كليهما لبعضهما البعض كانت ملء السمع والبصر، خاصة في الآونة الأخيرة. منذ عدة ساعات اصطف كما تشاهدي خلفي جيهان، أقف الآن في مواجهة الباب الرئيسي لشبكة سي بي اس، والذي وضعت الشرطة كل الداعمين للديمقراطيين هنا كاميلا هاريس أو ويلز، وقفوا باللافتات. أما على الجانب الآخر من الشارع بعيدا جدا منعا للاحتكاك، وضعت وقف كل من الداعمين لترامب وبطبيعة الحال فانس. قوات الشرطة قامت بفصل الفريقين، لا يستطيع أحد من هذا الفريق أن يشاهد الفريق الآخر منعا للاحتكاك. الأجواء ساخنة أكثر من هذه الملاحظة الأولى جيان، الأجواء ساخنة أكثر مما كان عليه في بنسلفانيا. قد يكون هدوء مدينة فيلادلفيا، قد يكون اشتعال مدينة منهاتن ونيويورك، الهتافات قوية للغاية، وإن كانت التشديدات الأمنية بطبيعة الحال أقل بكثير مما شاهدته بعيني في بنسلفانيا. والسبب كما تعلمين جيهان هو واضح للغاية، حيث أن في بنسلفانيا كان المرشحين للرئاسة، أما في هذا المضمار ليسوا مرشحين للرئاسة ولكن نواب للرئيس، ويعني الأهمية تقل إلى حد ما، ولكن الأجواء ساخنة أكثر مما كانت عليه كما قلت لك في بنسلفانيا. الهتافات لا تتوقف، اللافتات أيضا هنا وهناك ترتفع، هناك سيارة تسير كل تقريبا ربع ساعة بها شاشة عملاقة تحمل صورة للرئيس السابق دونالد ترامب بشكل فيه سخرية وتهكم، بأنه عبارة باللغة الإنجليزية تقول بأنني أخاف من المناظرة، ووضع رأسه فوق يعني رسمة لنقل حيوان أليف أو نقل دجاجة، وهكذا كلما مرت يصيح الذين يقفوا من خلفي يعني الهتاف والسخرية. أما بالنسبة للمناظرة، كان قبل المناظرة كانت وسائل الإعلام جيهان كانت قد تحدثت بأن فينس سوف يعني يهاجم كثيرا ويلز عن تاريخه العسكري الغير مشرف، هكذا وصفت واشنطن بوست على سبيل المثال. وعلى الجانب الآخر أيضا ويلز كان قد أسمى الجمهورين بأنهم غريبي الأطوار، وهذه الجملة انتشرت كثيرا. نعم. المناظرة كما تعلمين جيهان سوف تبدأ في التمام الساعة 9، دقيقتين لكل مرشح، والميكروفونات مفتوحة، ولكن سي بي اس لها من القدرة أن تغلق الميكروفونات في أي لحظة. نعم، أشكرك جزيل الشكر زميلي ياسر نور الدين مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نيويورك على هذه المتابعة الممتازة والشاملة كالعادة.